طبعا البيان ضمن كلمتين، الامن والاستقرار في العراق. امن والاستقرار موضوعان مختلفين. الامن هو امن العراق الداخلي والخارجي ضد الجماعات المسلحه، اما الاستقرار فهو الاستقرار السياسي في العراق. يعني انت الامريكان وكل دول المنطقه تقرا الواقع، عندما توجد فصائل مقاومه تفرض على الحكومه ارادتها والحكومة تنساق أمام تلك الإرادة، هذا مؤشر على أن واقع الحال في داخل العراق يقول أن لدى هذه الفصائل على قلتها تأثير ونفوذ أقوى من الحكومة. باختصار دكتور رسم، العالم غير مستعد لأن يخدع نفسه في هذه القراءة، هذه قراءة واضحة. طيب. وبالتالي العالم لا يستطيع أن يجازف، لا يمكن أنه في أي لحظة يحصل تغيير نظام الحكم بأكمله، ممكن أن ينسف إذا غابت هذه القوات وبالتالي نعود إلى يمن أخرى. هذه النقطة واقعا تقرأ بهذا الشكل. الآن الفصائل تريد أن تذهب أو الدعاة لخروج القوات يؤولونها مثل ما يريدون، هذا موضوع آخر، ولكن هكذا هي تقرأ الأمور. طيب نعم عذرا.